كل عام وانتم بخير من أسرة الإبراهيمي للحوم والمواد الغذائية. تعالوا نشوف أول مين راح يجاوب على السؤال ويدخل على جائزة. نشوف مين راح يجاوب على السؤال. طيب تعال. مرحبا. حياك الله عليك. وانت بالخير. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ ممتاز تمام. في عنا الإبراهيم للحوم والمواد الغذائية، إذا بتجاوب على السؤال بتاخذ جائزتك من عنده. تعرفني حالك؟ مأمون خلايلي. مأمون خلايلي. مأمون خلايلي من وين؟ سكان دير القصون. دير القصون، أهلا وسهلا فيك. مأمون خلايلي. الإبراهيمي للحوم والمواد الغذائية، إذا تجاوب على السؤال مباشرة بتاخذ جائزتك. اسمع. هذه حزيرة، بس ركز معي. شخص ولد في العشاء ومات في المغرب بنفس اليوم، كيف يحصل ذلك؟ ولد في العشاء ومات في المغرب بنفس اليوم، يعني تصور في العشاء وفي المغرب، كيف صارت؟ كيف حدث الشيء؟ خذ جائزتك. يلا. مش عارف بصراحة. مش عارفها؟ عارفينها؟ شو اسمك؟ علي كبهة. علي كبهة. شخص ولد في العشاء يعني العشاء ومات في المغرب بنفس اليوم، كيف يحصل ذلك مأمون؟ مات في العشاء. ولد في العشاء ومات في المغرب، كيف صار؟ مات في المغرب. سهل جدا. مات في العشاء. مات ما تنسى. دولة المغرب. شو؟ انولد في العشاء ومات بالمغرب. بدولة المغرب. ما ولد في العشاء ومات في دولة المغرب. المغرب يعني دولة المغرب، عرفت يا مأمون؟ ايش؟ مات في دولة المغرب. ما هو المغرب، ما احنا هي حزيرة، ما احنا بنقول حزيرة. هاي عدوار شويكي، بتخليها معك، تروح عند الابراهيم وتاخذ جائزتك بكره. ان شاء الله. شو بتحكي له؟ بحكي له كل عام وانت بخير. وانت بخير. كل عام وانت بخير. الابراهيمي دولكرم دوار شويكي. من هو اول من ضيف الضيف؟ سيدنا ابراهيم. يا عيني عليك، ما اروعك. هون مع البوظه بجاوبوا سريع. اول من ضيف الضيف مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم عليه السلام. اعطيني 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 اعطينا. البوظة بتأثرت ايجابيا. جايزتك من الابراهيم، بتسلميها بكره. شو بتحكي له؟ كل عام وانت بخير. شكرا. كل عام وانت بخير. الابراهيمي طول كرم دوار شويكي. مع الابراهيم للحوم والمواد الغذائيه بنكمل مشوارنا مشاهدينا ومتابعينا. لا تنسوا اسعار خاصه في شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، بنتظركم مزيد من المفاجات. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا؟ لا تستعجليش. يكتب ولا يقرا؟ ايش لعمة بلا الكلام. يكتب ولا يقرا؟ الكلام. شو الكلام او لعمة؟ شو الكلام؟ شو المرة الاخيرة؟ كلام. الكلام اريد نعرف السؤال. لا يلا. شو هو يعني عضو؟ ما هو الشيء الذي يكتب؟ جمال. ايد؟ لا. ايد الانسان. ايد جمال. شو رايك؟ مبشوره. اعطيني جائزه يا عمي، مش عارفين الجواب. انا بدي اعطيهم جائزه لانه مش عارفين الجواب. الك الكبيره انت. طيب انت امهم. هاي من الابراهيم، بتستلميها على دوار شويكه، جائزه مميزه. الابراهيمي طول كرم دوار شويكه. ما هو أول شيء يفعله الإنسان عندما يستيقظ؟ غسيل. شو؟ بغسل وجهه. لا. بفتح عينيه. يا عيني عليك. كيف يصبط؟ بفتح عينيه. بدون ما يفتح عينيه بتصبط؟ لا بتصبطش. مش قلت لك البوظة لها تأثيرات؟ طيب. البوظة لها تأثيرات. هاي من الإبراهيمي عدوار شويكي. الإبراهيمي طول كرم دوار شويكي. ليس بشجرة رغم أنه يحوي أوراقا كثيرة، شو يحوي؟ ليس بشجرة. ماشي أنت. ام محمد. برجع. الدفتر. الدفتر. الدفتر وإيش؟ والقلم. مزبوط. كيف أنا معك؟ لا. سؤال سهل ولا صعب؟ لا. طيب امسكي هاي. الإبراهيم على دوار شويكي. بعطيك إشي كويس ومميز. الإبراهيمي طول كرم دوار شويكي.
اذا جاوبت على السؤال بتاخذي جائزتك. ماشي طيب نشوف شو السؤال. ماشي الله يسلمك. معلاء. من وين يا معلاء؟ من كفية. يا صغير شوي لورا رجع له عن الكاميرا. شبعك عمك يا محمد. طيب ام ايش اسمك؟ ام علاء. ام علاء عاشت الاسماء ان شاء الله بنضلنا فوق لا في العلا. له جسم وله عظم بلا انفاس لا يعيش الا بقطع الراس. شو بوي؟ يعيش بقطع الراس. عليكتي يا حجي. من وين انت؟ عيد عيد عيد. من كفين. من كفين. كمان مره. له جسم وله عظم بلا انفاس ولا يعيش الا بقطع الراس. الابره. الابره لا. طيب لو قلت لك اشي اشي صغير كل ما مشي بكسر ذيل وشو هو؟ كل ما مشي طريق. طريق ايش؟ طريق. طريق؟ لا. العمر. ولا العمر تدش عليهم هذول بغشوا غلط. شو رايك؟ انا غششك؟ انا غششك؟ مش عرفتيها صح؟ لا هو جسم ولا هو عظم بلا انفاس ولا عيش الا بقطع الراس، مش عرفتيها؟ لا والله. والله ربي يحمل غصبا عنك، ما تخافش. والله طيب اللي بيمشي وراه ذيله كل ما مشى بكسر شو حجي عمرك ما انت استخدم لا ترديش عليهم قلت لك ردي علي انا نصيحتي تفضل من ابن لابنها الله يسعدك ربي هلا استخدمت الابره كل ما عملت فيها مش الخيط بكسر فيها ذيلها بكسر كربت حجي هاي من الابراهيمي عدوار شويكي تسلمي جائزتك بكره شو بتحكي له شكرا له وشكرا لكم وبالامان وانت بخير سلم طيب شكرا لك لم علاء اخر مشاركه معنا في هذه الامسي كانت كل عام وانتم بخير مشاهدينا ومتابعينا راح نتواصل معكم في امسيات ثانيه كمان يعني وصلنا للمحطه الاخيره في هذه الجوله مع مين الابراهيم للحمى المواد الغذائيه راح نكمل معكم مشوار جديد كمان من خلال امسياتنا الرمضانيه غدا ان شاء الله نلقاكم من جديد الابراهيمي دول كرم دوار شويكي